بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سؤال شكرا هي صلاة الجنازة السيد لو تكلا يوم حال أخرية كارح كتير أي هي قد بدن أي جنازة ويس نوقتها سيد شانت صلاة لو تكلا مر والب غف أبرتين وسنهين وذاتكم أخرية إن يضل تكنا أركان waxay la sameeynaa garan waayana dhici karta buu yiri arintaas waa arin aad murugadeedu la way dhibkeedu la qofka dhalinyarada ah oo mise wax baranin ama kutubta diiniga aan akhrisan arintaas muhiim bay u tahay in lagu tukado raba isagana in asxaabtiisa iyo dad baa dhimanaya uu ku tukado janaazada way fududahay aad bay fududahay salaadeeda oo dhan buu waxaa la yiraahdaa afar takbiirood la afar arbacu takbiiraat bis تكبيرة الأولى مرك الله أكبر أترى هذا فاتحة أم أخر كلاك وسارم بماله تقرأ الفاتحة مرك الفاتحة ده ما يسأ الله أكبر تكبيرة الثانية صلي النبي صلي صيغين بولي هاي أو كلا دوان وحكم إذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس. أنت ما كذا ما يسوى حد ما يسأل لبا تكبيرات أفرت لبا ويب حذي. تنسد حاد الله أكبر ما كاتر هذا دعاء آيات بالله بس. دعوينك إسكب بدين حكم ذا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله أو معنى ذي اللهم اغفر له الله ذنبي بسلاف قفك ركها هذا ما دمر هذا اللهم اغفر له له وارحمه ونحرس وعافه واعف عنه إلهي وعفي واسك دم بجيسة قدا أن لا قبسنا ولا عفي وأكرم نزله إلهي يوم وأكرم ما موسى قيمين نزله مرتصار كيسية ديجان ودقدون ووسع مدخله ما شو قال أن الله واسع وجد وغسله بماء الثلج الله حاكم ذي في سائر كم يلا بماء الثلج والبرد بيها برف كأي قبوغة دم بلوغنا ذي ناشاس وحاك جرت الدنوبة حرارة وقلال بي الله وصحن وي الله برا وقفك هذه نظيفنا انت اللي قلت قبوغنا الله قدر ناشو في عمر ونقه من الخضايا جففك نكا إلالي أو كان نظيفي كما ينقى سيد الله نظيفي الثوب الأبيض مرض عدانك من الدنس وصخل الله نظيفي وأبدله دارا خيرا من داره إلهي أبدل دارتي سجوري سجوري كخير بدر وأهلا وأهلا خيرا من أهلي أهل أهل كيس كخير بدر وزوجا خيرا من زوجي حاس حاس كيس كخير بدر مركا وزوجا وفق رجعنا والليك أرى وفق دمر كان والليك وقيه الله تعالى فتنة القبر قبر الفتنة ليس وعذاب النار انت أسأي قفك وين لو قدت عيا عن غير الدوية هاي وحيد أهل فقه هذا الشافعي ذا حلو قدر كرا عنه بير اللهم اجعله فرضا لأبويه وسلفا وذخرا وعدة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهم هما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما لابدي والد عنه كان أو يركع نالين إيه السقيبة دعالي لسقدر وحال ليه اللهم اجعله عنه كان كارك الله فرضا إلى عليه على اليوم على هذا أفماي يا فاتري وسكمي ضاي قفك أو هذا هو مرة ماشى عيلك هو بيها لقى عبيه قفك وحقد دياري أو كوه مرة مرة لا هي مرة قف وحقد دياري أو هري وقعد يقول لك كيس عنك لأبويه لا بدي سؤالي اللهم اجعله فرضا لأبويه وسلفا وذخرا هرية أما هرتبة يو كيد وقعد وذخرا وعيدة واعتبارا كعبر قادشة وشفيعا إرجية وثق وقد إله والده وثقل به موازينه ميزان كودنا وقعس لي إله وأفرغ الصبر صبر كان قصو قد الجميلة يا قرحون على قلوبهم على بد والد قلوبتهم عنو يرهدوا يهين انت سيال ومدرة مركا ماشي سد هذا المرينة كعبي تكبيرتي سد هذا المرينة تكبيرتي ده حد دعوين كاو دعوين كنا إيوه بدن إيوه حتى سدان حتى دام كيف ذكر حسن المسلم كسوق هذا دعوة جنازة ده
halaga tusiya dhe qof weydii waa badan yihiin meeshaas uga dhir allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wawasi' mudkhalahu waghsilhu bima'i athalji walbaradi wanaqihi min alkhadaya kama yanqa thawbu alabyadu min addanas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار تي عنو بيرين وحر لذا اللهم اجعله فرضا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما دعوين كان انت آخرت حفظ براء مركة دميس تكبيرت وحاكوها رسان أفراتس تكبيرة الرابعة الله أكبر مركة تلاد السلام عليكم بابا كيف تلاد وابنا ماتي وابنا ماتي مركة بعد هذا الدعوين لغدر در مذهب كشافعي الإمام النووي ويشا عن دعوذي على ربما كاس قدر مركة سؤاله انتاس أي نوغو دنيه وعن رجينا نائن عن وافقنا سيد السحبة وحي عن قلبنا فمن النفس فمن النفس والشيطان إلهي سبحانه وتعالى دين بجين هذا إلهي خير كان واحد هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.